الدين الحكومي في 2016 بلغ 2 تريليون جنيه، في 19 وصل 4.7 مليون جنيه، في الحساب الختامي اللي احنا بنبص ليه وصل 6.3 تريليون جنيه. يعني نسبة زيادة من 2016 للنهاردة 262%. الأرقام اللي بيقولها صندوق النقد الدولي عن الدين الداخلي 5 تريليون جنيه، واحنا بنتكلم في 4.8 تريليون جنيه. انا عايز اعرف الفرق ده جاي منين. زمان كان المصريين دايما بيقولوا عشان عليك يا رب. للأسف الحكومة عندنا بترفع شعار عشان عليك يا صندوق النقد، عشان عليك يا بنك يا دولي.